السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد نسيم من قناة سوشيال جيزا. النهاردة أنا جايب لكم the biggest watch ever. أنا جايب لكم أكبر ساعة في ساعات الجي شوك تما وعلى الإطلاق وإيفر ونيفر وكل حاجة سويفر والكلام ده. تمام؟ جايب لكم جي إكس 56. حلوة جي إكس 56. جي إكس 56 ثواني كده الساعة جاية كويس ولا لا؟ مظبوطة؟ هي طبعا مش باين اي حاجه عشان هي بلاك مات. جي اكس 56 جي اكس 56 من اكبر ساعه جي شوك في تاريخ الجي شوك كلها. ساعه كبيره جدا، بس الغريب في الساعه دي ان انت لما تيجي تلبسها في ايدك ما بتحسش بالتقل الساعه، يعني او ما بتحسش ان هي كبيره. يعني الساعه بتبقى عامله كده زي فت على ايدك، مظبوطه على ايدك، حلوه اهي. واخده الشيب بتاع السكوير شيب بتاع دي 5600. ساعه مود ريزيست. انا معايا يا جماعه، صح؟ انا معلش انا ببص هنا كده ساعات عشان ببص على الشاشه بس، وعايز اعرف انا رايح فين وجاي منين على الكاميرا. دولت الساعتين المود ريزيست اللي انا جبتهم، مود ريزيست مود مان 9300 وجي اكس 56. حلو جي اكس 56 اللي هي الوزن مع القافيه. رايح معاك. المود مان دي مود ريزيست يعني ضد الطينه. الزرار هنا البوش دي مش بتدخل وتخرج زي مثلا الجي اي 100، لا دي بتبقى صد كده، بتبقى واقفه كده، يعني صد كده معاك الساعه دي. ليه بقى؟ لان انت حضرتك لما بتضغط على البوش زي جي اي 100 بيحصل اللي هي ممكن تخش الطينه في النص، فدي بتبقى من بره بس انت تضغط بس ايه فيها صد كده بسيط. الجي اكس 56 فيها باك لايت بمعنى ايه؟ اللي هي بتنور في الضلمه، مش نعملها كده، اللي هي بتنور في الضلمه. ايه معلش ثواني انورها لكم دلوقتي. اي بتنور باك لايت. الباك لايت يعني اللي هي بتنور في الخلفيه، نور اخضر نور جرين. لاحظوا يا جماعه الاستراب بتاعها استراب كبير قوي، عامل زي حزام الجلد بتاع الوسط. الثيكنس بتاعته او التخانه بتاعت الحزام الاستراب ده اتخن من الجي اي 100 وموديلات الجي اي 100، الجي اي 110، الجي دي 100. تخين سميك عشان يتحمل الطينه والعفار والغبار. دي يا جماعه ساعه بليك ستاندرد، يعني ساعه قياسيه للجيش. دي ساعه بتاعت تفنس، بتاعت قوة، بتاعت أسية بمعنى أصح. دي ساعة لو أنت مثلا شغال مثلا مهندس مدني ولا حاجة، دي تبقى تنفع لك جدا. لو أنت شغال مثلا عامل في حاجة عامل مثلا في تراب، أو مثلا بتشيل وتحط وبتبقى نفسك مثلا تلبس ساعة، يا ريت دي تبقى أنسب لك. دي جي دي اللي هي جي 9300. الفرق بصوا يا جماعة بين الجي اي 56 وال 9300. ال 56 بصوا قد إيه أهي، 56 جي اكس 56 اهي، 9300. بصوا يا جماعه عامله ازاي اهي. الجي اكس 56 كبيره كبيره كبيره، يعني كبيره بس هي بصراحه حلوه. هي مش كبيره الكوبر بتاع الضخم قوي مثلا زي الانفيكتا. انا كان معايا انفيكتا بولت بس للاسف هي ما نسبتنيش على ايدي، لان الانفيكتا بولت كبيره وتقيله، يعني ممكن تبقى انت لابس في ايدك ربع كيلو حديد ودي تقوي لك دراعاتك. الانفيكتا بولت تبقى مثلا عايزه ناس سبيشال شويه. اما مثلا الجي اكس 56 دي ساعه كويسه كمان كبيره، بس الحجم بتاعها انتوا عارفين يا جماعه على الكوبري ده كله حجمها 110 جرام، يعني حاجه صغيره جدا يعني. طبعا مود ريزيست، فيها باك لايت. الساعه دي طاق سولر او سولر باور، بتشتغل بالطاقه الشمسيه، يعني كمان الحجر بتاعها بيقعد مثلا حوالي فوق الست سبع سنين، حاجه كده زي الايكو درايف، زي الكاينتيك بتاعه السيكو، حاجه كده بتناسبها قوي. انا قلت لما اجيبها عشان كان نفسي بصراحه يعني اشتري جي اكس 56 عشان كنت على طول بشوفها يعني صور، عمري ما اشتريتها، يعني عمري ما شفتها على الحقيقه. مش بتاع الحقيقه اشتريتها على طول. ساعه محترمه جدا، ساعه بلاك مات. البلاك مات اللي هو البلاك المطفي،
اللون بتاعها مش بولشي كده، مش بيلمع، لا بلاك مات اللي هو مطفي خالص. برضو المط ماندي برضو بلاك مات يعني، او بلاك بط اللي هم بيقولوا عليها مط مط ولميع، دي مط. الظهر بتاعها مقفول من كل الاجنحه من كل النواحي اهي وحتى فوق. ويعني الظهر يا جماعه صح، الساعات دي او الساعات اللي هي المدرسة بتلاقي الساعه مثلا اللي هي العاديه اللي هي الجسم بتاع الساعه من جوه هو اللي هي اللي فيها ديجيتال كل حاجه متغطيه مقفوله بقفصين كده، قفص من فوق عليها وقفص من تحت يعني حاميها في كل حاجه، حتى بيبقوا حامينها بمسامير، في مسمار اهو في مسمار اهو بتبقى مقفوله بمسامير اهو، في مسمارين اهو في المضمن، مسمارين اهو واهو مسمارين هنا كمان اهو اهو مسمارين هنا مسمارين هنا، ان هي الساعه بتبقى محكمه كامله بالمسامير وفي نفس الوقت بيبقى في قفصين عشان الطينه والغبار والعفر وكل حاجه والميه كمان ان هي ما تتغلغلهاش. الساعه طبعا بتشتغل بالطاقه الشمسيه، دي حاجه جامده قوي. الساعه كمان فيها عالجوا الموضوع ده في الساعه دي، في الجي اي 100، في الساعه الجي اي 100 تلاقي الساعه لو انت بتبقى لابسها مثلا فاهم، او هوريك دلوقتي انا معايا جي اي 100 بس انا مش هجيبها كده، تلاقي جي اي 100 كل فتره والتانيه تلاقيها بتعمل كده اللي هي تلاقي الاستراب تلاقيه اهو الاستراب تلاقيه بيطلع بينزل كده بالمنظر ده كده في جي اي 100 مش عارف ليه المنظر ده، فكل شويه اعمل له كده يدخل يروح طالع تاني لبره كده الجي اي 100. من اول بقى ما لبست بقى اللي هو مثلا ايه الجي اي 400 اللي هي زي الفروج مان واللي هي دي اللي هي اسمها ايه دي المود مان والجي اكس 56 دي، الساعات زي ما بتقول عنكم الحته دي ان هم ايه خلوا الاستراب لازق كده لجوه اللي هو ايه مش كل شويه يرجع يخرج زي كده اللي هو زي الجي اي 100 وزي الجي اي 110 ما بيخرجش كده، فدي برده حاجه كويسه. الاستراب طبعا السيكنس بتاعه قوي قوي يا جماعه، السيكنس كبير يعني السيكنس يعني تخين يعني هو مش، وكمان بيتمط كويس زائد كمان كده مع الميه ومع السخونيه كويس قوي، والكوش بتاعته موتور اسيست. طبعا بقى فيها الفانكشن بقى اللي هي المعتاده بتاعه الجي شوك العاديه اللي هي التايمر والستوب ووتش والالارم اللي هي فول الارم اللي هي اللايتس اللي انت تظبطها اذا كانت ثانيه ولا ثلاث ثواني، واللي هي لو في 48 دوله انت عايز تظبطها على كذا دوله تظبط التايم والتاريخ وهكذا. ساعه فعلا محترمه من اكبر الساعات اللي انا اشتريتها في حياتي زيها زي الانفكتا جي اكس 56 افتكروها دي جامده قوي اللحن ده حلو قوي جي اكس 56 بس كده يا جماعه انا كنت ناوي يعني عايز اقول حاجات ثانيه بس بس كده هي بس كان ناقص الساعه اللي هي الجارد اللي تحت الجارد اللي هي في ال 900 دي او ال 9000 اللي هي زي الريسكيو ريد اللي هي الحاجات دي يبقى جارد هنا كده عشان لو الساعه نزلت كده يبقى في جارد هنا، هو ده اللي كان ناقص الساعه من وجهه نظري انا، هي دي الحته دي بس كده يا جماعه. الساعه محترمه جدا بس ما تنساش طبعا يا جماعه تعمل لايك تعمل اشتراك للقناه، اتمنى تنزل تحت كده شويه تعمل اشتراك في القناه، لو عجبك الفيديو يا ريت تعمله شير ما بين اصدقائك. بس انا معكم محمد تحسين من قناه سير شكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.